لكن سيدي، يعني بالنسبة للإخوة العلويين حقيقة ألم يقفوا كلهم مع النظام؟ الإجابة على هذا السؤال أخي، يعني إن كنت أنظر إلى أن العلويين أو حتى الشيعة في سوريا وقفوا مع النظام مقابل أن الثورة سنية، هذا إحدى المسارات التي يتحدث عنها كثيرا الإعلام الثوري. لو سألنا سؤالا، ما عدد السنة الذين هم مع الثورة والذين هم مع النظام؟ لو أردنا أن نكون صريحين مع أنفسنا، حتى من ثار على النظام، أخي كل ثورات العالم أخي الكريم، ما نسبة الشعب الذي يقوم على هذا الاستبداد؟ لن تتجاوز 5% في أحسن الأحوال. وإذا أردت أن أكون متفائلا أوصلها إلى 10%. أيضا سلطة الاستبداد يلف حولها أيضا نفس النسبة من نفس المجتمع، 5 ربما إلى 10% من أصحاب المصالح، لكن الكتلة الغالبة هي كتلة رمادية حقيقة تبحث عن مصالحها، تبحث عن حالة من الأمن والسلام. يعني ما عدد الثائرين في سوريا؟ 1,000,000 ثائر؟ ماذا يعدون لي 25 مليون سوري؟ طيب. الذين وقفوا مع النظام ما عددهم أيضا؟ أنا سألت عدة قيادات عسكرية، قلت ما نسبة السنة الذين تم إلقاء القبض عليهم سواء في ريف حلب أو في الجنوب ممن قاتلوا ثورية. مع النظام سألتم قيادات ثورية؟ نعم قيادات ثورية، كم نسبة السنة المقاتلين السنة الذين تم إلقاء القبض عليهم كأسرى أو كمجرمين، مجرمي حرب ضد شعبهم؟ قالوا هي النسبة الأكبر. لماذا ذكرت هذه المسألة؟ لأن إذا أردت أن أقارب الثورة السورية من خلال منطق طائفي سأدين أيضا الطائفة السنية. الرأس المال السني يا أخي الكريم حتى هذه اللحظة مع من؟ ليس مع الثورة. الرأسمال السني لا زال حتى اللحظة هو مرتبط بالنظام. فمقاربة المسألة مقاربة طائفية حقيقة ليست في مصلحة السنة. هذه حقيقة قائمة يجب أن نعترف بها، لأنها في الأصل مرفوضة، لأن هذه الثورة بنيتها في الأصل كانت في بدايتها ثورة شعب مظلوم بكل مكوناته بما فيها الطائفة العلوية ضد سلطة مستبدة. ورأينا أيقونات يعني علوية كانت مع الثورة تمام. وإلى الآن يوجد معارضين مع الثورة.